جزاكم الله خير يا شيخ. السائل أسامة طالب المعهد يقول: فضيلة الشيخ، ما الأسباب المعينة على الاستقامة على الدين إلى يوم القيامة؟ الأسباب المعينة على الاستقامة على الدين كثيرة، من أعظمها محبة الله سبحانه وتعالى، الشوق إليه، والرغبة في الجنة، والخوف من النار، وأيضا الإكثار من تلاوة القرآن، والإكثار من ذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك مجالسة الصالحين، مصاحبة الصالحين، واجتناب مجالس الأشرار أو مصاحبة الأشرار، كل هذه تعين على الاستقامة على طاعة الله. ومن أعظم ما يعين على الاستقامة على طاعة الله تعلم العلم النافع الذي تحيا به القلوب، ويعرف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ويعرف الإنسان بالآخرة وما فيها من الأهوال حتى يخاف منها، وما فيها من النعيم حتى يرجو ما فيها ويعمل له. كل هذه من الأسباب التي تعين على الاستقامة. نعم.